قوله تعالى يبدأ يستهزئ، وبابهما لحمزة وهشام وقفة. يبدأ ويستهزئ، هاي أيضا هذه الكلمة يبدأ يعني منتهية بمنتهية بهمزة متطرفة مضمومة وكتبت على واو، فلما نقف عليها إما أن نقف عليها بإبدال الهمزة ألفا فنقول يبدأ، وإما أن نسهلها مع الروم فنقول يبدأ، وإن وقفنا عليها بإبدالها واوا فإما أن نقف بالسكون فنقول يبدأ، أو مع الإشمام يبدو، أو مع الروم يبدو بواو مضمومة مخفوضة الصوت يبدو.